من الأوقات أنت قررت تبتعد عن المجال وتصمم للمحجبات، صح؟ إيه اللي خليك تغير رأيك؟ لا ده مع أول حجة لي، الحجة الكبيرة يعني. واستشرت شيخ في الموضوع؟ قلت لهم نزلت جات لي رعشة كده غير طبيعية وبقيت عامل كده كده، فنزلت سألت الشيخ اللي جاي معانا مع الجروب الديني وكده، فقلت له أنا دخلي كذا وأبويا الله يرحمه توفى، حتى ميراثي عملت كذا. بيقال لي شغلك غلط وحرام ودخلك حرام وكل فلوسك حرام. بناء على إيه حرام؟ هو بقى قال لي كده، ما سألتوش ليه حرام، كنت في حالة أن أنا أحرمت ونازل خلاص الحج، خلاص هناخد الطيارة وهنمشي على مكة، فطبعا ده كنت أنا في حالة يرثى لها. ففي الآخر إداني زي نصيحة بس طبعا غلفها لي، بعرفتش أترجمها إزاي. قال لي اعمل زي بائع السلاح. قلت له يعني ايه بائع السلاح، والسلاح دخله ايه في الفستان؟ قال لي بائع السلاح ممكن يبيع سكينه فاللي ياخدها يقتل بيها، او ياخدها يذبح بيها مثلا شاه او حاجه ووزع اللحوم. قلت له برده مش فاهم ايش دخل ده بده. قال لي ادي الفستان اللي بشكله زي ما هو، قصير طويل عريان كذا، واديها ما يغطيها. هي لبست الغطا، لبست ما لبستهاش هي حره مع نفسها، يبقى اعمل خلص ذمتك مع ربنا. فنزلت من الحج مقتنع جدا وقلت هفتح بس محجبات. وبعد كده اتعرضت لمشكله، كان يعني كنت كنت هتقتل. ليه؟ جات لي عائله كلهن محجبات وجات معاهم مرات اخوهم، فقالت لو جوزي جه قول ما تقولش ان انا بعمل عندك فستان. قلت ايه ده، ايه الدلع ده يعني، كنت صغير قلت خلاص اوكي مش مفيش مشكله. فاحنا وانا بعمل بروفه لقيت حد خبط ولابس بنطلون قصير ودقنه طويله قوي كده، وقال لو في راجل في البيت هقتله. فامي دخلت له من الشقه الثانيه قالت له انا اللي بخيط يا حبيبي وكذا، وانا نطيت من اوضه البروفا للليفنج روم للمطبخ لدعفه زي كده، وقعدت تحت الترابيزه ساعتين عشان ان انا يعني طبعا استخبى. وطبعا كاننا بنسرق، كاننا بنعمل حاجه غلط، كان حاجه حرام، مع اني كنت جاي وناوي نيه لله ان انا فعلا تماما اشتغل بس للمحجبات وان انا شغلي تماما يرضي العباد ورب العباد. فتعرضت لكده فقلت خلاص بقى هشتغل عادي والحمد لله رب العالمين. كده كده هتقتل؟ لا مش كده، كده كده هتحاسب. بس انا برضو في كده في الشغل، في شغلتي بحاول ان انا ارضي ربنا اولا وارضي غارستي، بحب شغلتي. يعني النهارده لو قلت لي انت ليه مستمر لغايه النهارده في شغلتك، عندنا مشاكل مش هقول لك، لو عديتها لك مش هتعرفي، هيجي لك يعني زعل. فانا بقول جزء كبير جدا من تمسكي بالشغلانه لغايه النهارده بحبها، بحبه يا بابا. رح تسمح لي بوقفه اعلانيه؟ طبعا. ونستكمل حلقتنا مع فوق وتحت. ربنا يستر. نصل إلى المحطة التالية مع هاني البحيري مع فوق وتحت، وعنوان الفقرة التالية. عندنا شخصية حنشوفها أنا وإنت والمشاهدين وفقاً للي إنت بتشوفه من وجهة نظرك، تقلي الشخصية دي تستحق أن تكون في مكانة فوق، ترفعها لسابع سماء ولا تنزلها لسابع؟ أنا ولا الجمهور؟ إنت اللي هتختار، إنت اللي هتختار، ده وجهة نظرك. نشوف مع بعض اول صوره وتديني رايك وتحط، ما تنسى تشاور لي باصبعك فوق كده او تحت. اصبع طبعا كده واحد يطلع ينزل يا رب. يلا نبتدي باول صوره.